نظمت مؤسسة حياة كريم مبادرة جديدة تستهدف طلبة الثانوية العامة الذين يستعدون لأداء امتحانات آخر العام في جميع محافظات الجمهورية. ونظمت المؤسسة بالإسكندرية محاضرات مراجعة نهائية للطلبة بالمجان ولمدة 10 أيام. مبادرة جديدة تطلقها مؤسسة حياة كريمة تقدر في 10 أيام، والتي تستهدف طلاب الثانوية العامة بتوفير أكثر من 109 مكان بجميع المحافظات لتقديم مراجعة لهم، ليستقبل مقر الإسكندرية العديد من الطلاب في أول يوم مع مراجعة اللغة الإنجليزية. Have you finished your task? Dot your very fast. أنا أقول هل أنت انتهيت من الشغل بتاعك؟ المبادرة مسمعه كويس جدا، يكفي ان اولادنا جايين مجانا، يكفي ان اولادنا جايين يحضروا محاضرات ويتسأل فيها ويحاولوا بقدر الامكان يطلعوا الاسئلة الصعبة ويكتبوها، ويبقى في تجاوب وفي سين وفي جيم وفي تجاوب بجانب اكبر معلمين موجودين على مستوى محافظة اسكندرية واكبر معلمين موجودين على مستوى الوزارة. المبادرة انطلقت بعد تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم ومع الطلاب عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة لتجميع الأسئلة منهم وتسليمها للمعلمين للعمل على حلها وشرحها. لكن اللي قدامي دي a believer، لذلك كلمة a believer بيجي مع حرف a believer of معناها مؤمن. Okay, what about the next sentence؟ نشكر مؤسسة حياة كريمة على المبادرة اللي هي عاملها لنا في مادة اللغة الإنجليزي. المؤسسة الصراحة ساعدتنا كتير النهاردة في مادة اللغة الإنجليزية وقالت لنا أفكار ما كناش عارفينها قبل كده. إن شاء الله خير، بس احنا الحمد لله بنفهم اهو، وفهمونا شوية حاجات عن الثانوية عامة وعن الامتحانات. بحب أشكر مبادرة حياة كريمة إن هي بجد وفرت لنا مراجعة ممتازة جدا، ساعدتنا كتير في المراجعات اليومين دول، والانجليزي فعلا كان استفدنا كتير منه. احب اشكر مبادره مؤسسه حياه كريمه على اللي عملته معانا والمراجعات وكل حاجه، يعني كل حاجه بتعملها كويسه. تأتي المبادرة في ظل إطلاق العديد من المبادرات ونشر ثقافة التعليم ورقمنة التعليم، وبهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب وتحقيق نتائج متميزة خلال الامتحانات.